وصلت مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي إغلاق المقرات الوهمية التي تنتحل صفة الحشد غرب العاصمة بغداد. وقالت المديرية أنه استمرارا للحملة الوطنية لإغلاق المقر الوهمية وتنظيف الحشد من منتحل الصفة، أغلقت مديرية أمن الحشد 3 مقرات وهمية في منطقة المنصور عثر بداخلها على باجات ومستمسكات مزورة، كما تم إغلاق مقرين وهميين للحشد في منطقة العرصات.